اهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم ايه بقى طبخه ونص. هعمل معاكم النهارده حمام محشي ما اتعملش قبل كده في العالم. اوكي هنعمل ايه بقى؟ هنعمل حمام محشي بالريزوتو وهيقدم مع ريزوتو. ريزوتو هيبقى فيه زبيب وفيه جوز وفيه طماطم بالنوازيه مخليه مقشره وبصل. اوكي طيب، وبيتحشي بالكلام ده وبعدين بيتعمل له صوص، والصوص ده هيبقى فيه طماطم وهيبقى فيه بصل وهيبقى فيه ثوم وهيبقى فيه زبيب احمر او اسود اللي تحبوه يعني اللي تلاقوه، وفي ريحان وفي بابريكا وعصير عنب احمر وخل تفاح وثوم وبابريكا والزبده قلنا فيها. طب يلا تعالوا بقى نبتدي الاول ايه بالريزوتو. تاخدوا شويه وقت الريزوتو معانا ده، هنعمل ايه بقى؟ هناخد شويه زيت للريزوتو كده اهو مثلا، يعني نقول ايه مثلا، نقول معلقتين زيت كده حلوين. اوكي معلقتين زيت ده حلو كده، يلا بينا. وبعدين اوكي ونحط نسخن الزيت بس شويه، نونه كده، نونه مش كده برضو. ونحط الرز نقلبه تقلبتين ثلاثه مع الكلام ده. كوبايه رز هديها كوبايه وربع او كوبايه ونص ميه، وايه بعدين هديها نص كوبايه كريمه. وانا بعمل الرز هتشوفوا دلوقتي ان انا بقلبه شويتين كده مع الزيت، وبعدين بحط له ايه بقيه الحواديت. الاول هحط البصل مع الزيت وبعدين اقلب 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 لغايه ما البصل ده ايه ريحته تطلع كده جميله لطيفه حلوه. الريزوتو بيتعمل على نار متوسطة، مش عالية قوي. اوكي؟ يعني نار كده متوسطة. وإيه بيحتاج تقليب على طول. وبيبقى يعني مويست كده، بيبقى رطب. علشان كده بياخد مية أكتر من الرز المفلفل. ملح دي بتاعت الرز كله الملح ده. اوكي مفيش فلفل. ريحته طلعت كده البصل جميله. حلو قوي. يلا بقى نحط ايه كوبايه الرز ونقلب. مش بحمر الرز ها، قلبه بس كده ايه تقلبتين ثلاثه كده مع الحدوته دي. وبعدين وبعدين معايا معايا معايا. اوكي يلا بينا. واحط له ايه الطماطم. وهنا نقلب. خلي الطماطم دي ايه تدبل خالص، يعني ايه كش في السوا، يعني تفقد كم عالي جدا من الميه بتاعتها. ونحط ايه بقى الزبيب الابيض
والجوز المفتت ونقلب. وبعدين هناخد بقى ميه سخنه نعاير كده. انا حطيت هحط كوبايتين ميه مثلا، كوبايه ونص ميه like this. الميه ايه؟ افضل تكون ميه مغليه. افضل ذلك. ونقلب بقى ونفضل نقلب لغايه ايه هيتشرب بقى الميه بتاعته. وبرده ايه هنزوده شويه ميه بعد كده، يعني الميه هتبتدي تزود شويه بشويه، ولما يخش في مرحله السوى هديله الكريمه. وبعدين قبل ما يوصل لمرحله السوى التامه هاخد منه شويه اللي هحشي بيهم، والباقي اكمل تسويته. برضو يحتاج شوية مية نونة. نونة نونة صغنونة. يلا بينا فنجل مية كده صغنن، فنجل قهوة مية كده صغنن. اوكي ونقلب. ونحط لها بقى ايه زبدة، حتة زبدة كده لطيفة. ونقلب. والكريمة. نص كوباية كريمة. يلا نحط بقى الكلام ده على نار اهدى شوية كده مثلا، ونبتدي نعمل ايه الصوص اللي هتستوي فيه، اللي هيستوي فيه الحمام. اوكي نطلع فاصل ونرجع بقى نعمل الصوص ونحشي وبتاع ومش عارفين كل الكلام الحلو ده. يلا ابقوا معانا نعمل الصوص بقى. يلا نحط بقى زبده هكذا. جميل جمال. ونحط البصل. وشوية الملح. وشوية فلفل نونة. وبعدين نقلب. ثم هناخد بقى ايه الثوم ونعمل كده. يلا بينا.
اوكي ناخد بقى من هنا شويه اللي هنحشي بيهم. ونوطي بقى النار هنا شويتين ثلاثة كده. اوكي. يلا. خلاص دبل الحواديت دبلت شفت حاجات جميلة كده. نحط بقى ايه؟ صوص الطماطم. ونقلب. نغلي بقى الكلام ده اوكي. ناخد الريحان هكذا والبابريكا وخل التفاح وعصير العنب الأحمر ونقلب. يلا نغلي بقى الحدوتة دي شويتين ثلاثة كده حلوين وناخد الحمام ده ايه نحشيه بالكلام ده مع شوية الزبيب. مع شوية الزبيب يلا بينا. ناخد بقى كده توث بيكس وايه نربط الحمام من ورا يعني كده نضم كده على بعضه وناخده هكذا. اوكي تمام يلا بينا بقى نجيب هذا الكلام الجميل. اوكي ونحط من الصوص ثاني في دي كده وبعدين نحط الحمام.
ونخلي اللامع للداخل. و خرمايه نونه كده وندخل الفرن. ننزل بالحراره 180 ونسيبه لايك ساعه. اوكي لا خلاص جميل كده. سيبه ساعة ونرجع له ونقدمه. يلا ساعة في الفرن ونطلعه نغرفه فوق بقية الريزوتو اللي عملناه ونحط له شوية صوص. عشان الريزوتو مع الصوص بيبقى رائع جدا. وأقول لكم بالهنا والشفا وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبخة ونص. ابقوا معنا.